وفقا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، والذي تم على إثرها الإعلان عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4 مليارات و300 مليون دينار بحريني. فقد صرح محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة السيد رشيد محمد المعراج أنه إلحاقا لتوجيهات المصرف الصادرة بتاريخ 17 مارس 2020، فأنه يجب أن تكون الأقساط الستة المؤجلة من قبل بنوك التجزئة وشركات التمويل والتمويل الأصغر بدون رسوم على التأجيل وبدون فوائد أو أرباح إضافية ولا زيادة في سعر الربح الفائدة، ولكن يجب على العميل حسب ما يتم في السابق دفع رسوم شركة التأمين إن وجدت فيما يتعلق بتمديد فترة بوليصة التأمين على الحياة. يشمل التوجيه الرصيد المستحق لبطاقات الائتمان الذي تم خصمه بالفعل من حد بطاقة الائتمان اعتبارا من 19 مارس 2020.